مين كان بيقف جنبك ويدعمك؟ لا والله كل الناس، عارفة خايفة أقول حد التاني يزعل، كل الناس، مفيش حد والله بجد، يعني إن كان كل إعلام الناس اللي إذا حواليكي، يعني مثلا الأهل، الناس في المدرسين، المدرسة. المدرسين، المديرين. يعني احكي لنا كده، المدرسة برضو بيبقى ليها دور مهم قوي لا في الحاجات المدرسة دي. بجد يعني لو هتكلم من هنا لبكرة، يعني عايزة أقول لحضرتك المدرسة عندنا مثلا موفرة محمود دور أول، في مثلا اول يوم المديره بتاعه المدرسه اتكلمت ان عرفت عشان مع محمود راح مرحله اعداديه، اتكلمت ان الاولاد يخلوا بالهم من محمود، ازاي نخلي باله واحنا نازلين. يعني لسه امبارح كانوا عاملين اللي هي خطه الزلزال لو جت، قالت لو حصل حاجه وعملوها فيديو فعلا وخلوا حد يشيل محمود، يعني يعني عملوا زي بروفا كده بروفا قصدك؟ لو جه زلزال وكل الاولاد جريوا خلت حد يشيل محمود ويجري، يعني تديهم فرصه ان لو حصل حاجه لا الله، قدر ده الله. جميل قوي. لا بجد يعني يعني حلو ان هم يعني بيبقى في تعاون ما بينهم جدا ويقدروا جدا يقدروا جدا، المسؤولية اللي عليهم. والمدرسين واهل بصراحة الكل. محمود شارك في منتدى، محمود شارك في منتدى منتدى شباب العالم. شباب العالم، والسنة دي كان في قادرون باختلاف، قابل السيد الرئيس. جميل، ما شاء الله. لا الحمد لله. حس بإيه بقى؟ يعني حكالك إيه؟ اتكلمتوا مع بعض في إيه بعدها؟ لا كان مبسوط جدا جدا، يعني كان هو اصلا حتى ما كان في المنتدى شباب العالم كان المفروض ان هو طالع هيقابله او حاجة، بس حصلش نصيب، ولما حصل بقى كده كان فرحان قوي لان دي كانت امنيته، يعني كان كانت مبسوط حلمه، طبعا. يعني انه يقابل سيادة الرئيس طبعا. قولي لي، يعني احنا دايما بنعرف كمان، وده يمكن عشان هو سنه صغير، طبعا احنا معانا صورة منتدى شباب العالم اهي، ان هو كمان يبقى يعني ملهم للي حواليه، يعني قصته واللي مر بيها دي، ان هو يبقى يعني الولاد يتعلموا منه ايوه الصلابة فعلا، النفسية، ازاي يتعاملوا مع مواقف الحياة، ان ممكن يمروا بحاجة يعني اصعب من كده. اختبار لطفل يعني صغير في سن صغير دي حاجة مش قليلة. لا طبعا حتى في المستشفى لما كان بنروح وكده كان دايما الدكتور لو في حالات لسه جديده بيقول لهم حاطط صور محمود وهو بالكيماوي وهو كده، ويقول لهم ده محمود اهي حاله وعمل العمليه وبقى دلوقتي اول فارس، فالدكتور دايما يعني بيحط الصورة كمان بتاعت قادرون باختلاف اهي معانا على الشاشة، ايوه. جميلة منورة ما شاء الله. ربنا يخلي حضرتك. بيقعد برضو معاهم ويعمل معاهم زي يعني حاجة شبه الدعم النفسي كده. ايوه بيروح ساعات كده لما كنا بنروح مثلا عندي كشف او حاجه، الدكتور بيعرفه على الحالات الجديده او بيديهم الرقم وانا بقى بتابع مع اخوه المهم. كان عامل ايه بقى؟ لا فتره الكيماوي كان اخوه طبعا متاثر جدا لان انا كنت بقعد مثلا بالشهر، بالشهر ونص، بالشهرين في المستشفى حسب الجرعه وحسب يا خبر. المناعه وكده، فكان طبعا بيتاثر بقى، فربنا يخلي لي ماما يا رب هي اللي كانت قاعده بيه. وكان يا بيجي لنا حبيبتي بقى يعني ربنا كل يبارك فتره لك كده فيها. يا رب الحمد لله. وبعدين لما كبر شوية فهم الموضوع واللي كان لا فهم، بيحصل. هو كان بقى فاهم يعني كان كانوا في كي جي 1 لسه وكان فاهم يعني ان اخوه تعبان وانا معاه عشان اخوه تعبان،